ما لي أراك مهموما يا أبا حسام؟ حان وقت الوليمة التي نقيمها كل فترة للأقارب والأصدقاء، والحال كما تعلمين. خيرا إن شاء الله، لا تقلق، المهم أن نصل رحمنا وألا نقطع عادة دعوة الناس إلى الطعام. يا أم حسام، الحمد لله على كل حال، ولكننا نمر هذه الأيام بحال لا يعلمها إلا الله. دعها لله عز وجل، واجعل الوليمة في أقرب الناس، وقدم اللحم للغرباء وأكرمهم، أما الطعام العادي فاجعله للأهل والأقرباء فهم يتفهمون. الله المستعان. يا حسام، اتصل بالأصدقاء والأقارب وادعهم لوليمة الأسبوع القادم بإذن الله. كما ترى يا أبي، ولكن ألا نؤجلها هذا الشهر حتى يفتح الله علينا فنقيم وليمة تليق بما عهده الناس علينا؟ يا حسام، دعها لله، فالخير ألا نقطع عادة وأن نجود بما هو موجود. حاضر يا أبي، سأتصل بهم. السلام عليكم يا أبا حسام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، شرفتمونا. تفضلوا بسم الله، أرجو أن يعجبكم الطعام. المهم أن نجتمع سويا على الطعام عندكم، البيت بيتكم يا أبا مروان. دائما طعامكم شهيا ومميزا. أكرمكم الله. يا أبا حسام، عودتنا على صنوف وأشكال من اللحوم والطيور، ولكني لا أرى إلا طعاما عاديا، لعل المانع خير. خيرا إن شاء الله، حسبتك من أهلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.